شفته بيتغير عليك، والهم يا هم الكبير، والجرح في عيني أسير. أنا الظلم وهذا الأسى خلاني يا قلبي كسير، والهم يا هم الكبير. عندك يا ام شعل؟ ايش تبين تقولين؟ تبي الصيج؟ يعني انا بقول لك شيء بس خايفه انك تزعل. شو مساويه بعد؟ انا عارف سوالفك. انا رحت عند خديجه. ها؟ خديجه؟ وش لا رايحه عندها؟ يعني انا رحت يعني خفت انك انت وسلطان عندها وما تبيني اعرف. معقوله تسوين هالشيء؟ تحكي شنو قلتي لها؟ لا يعني انا قلت يعني قلت لها يعني توخر عنك، يعني مثل اللي سويته سعاد. يعني بعدين يعني خفت يعني اخو سلطان يقول لك روح تعذر لها وقول ان هالولد هذا ولد اخوي احمد. جن انتي مرة عجيبة. انا شو اسوي مخك الصغير هذي؟ شو اسوي فيه؟ يعني شلون تبيني اهد لك؟ لا مثل اخو سلطان؟ لا تعالي. ايش يا سليمان؟ تريد تلغي الاتفاق اللي بيننا؟ الظاهر يا سليمان لحد الحين ما عرفت من محمد، بس انا جاهز لك. جاهز لك يا سليمان.
يمه، أنا أمك. سامحني يا رب، سامحني. أنا اللي حرمت من ولدها وما نفذت وصية أحمد من يعالج ماجد ورد الحلا، وأنا ما رديت. سامحني، سامحني يا رب. كان محمد حاط راسه براس ابو سليمان. اي لكن ابو سليمان كان لوزنه، علشان كذي دايما كان مسيطر عليه. كان محمد انسان قوي وقاسي، وتقدر تقول عنه وفي للقرية. يا ولدي ترى محمد مات ولده وولد ولده وزوجته بعد، وكل هذا بسبة أبو سليمان. ومحمد كان يقدر ينزل البحر، لكن احترم راية أبو سليمان، وفوق هذا يريد الانتقام، لكنه محترم هيبته أمام الناس. علشان كذي يا ولدي محمد ما دخل البحر إلا لما مات أبو سليمان. وبعد موت أبو سليمان محمد راح البحر ورجع إنسان ثاني، لأنه ما كان ملزم بسليمان وصار يسوي مشاكل، يبغى ينتقم من أبو سليمان. لكن بعد إيش؟ بعد موته محمد يكذب لو قال إنه ما يريد ينزل البحر بعد موت أبو سليمان، لأن يا ولدي كلنا نعرف محمد، بس أكيد في شيء صار إحنا ما قادرين نفهم.
أخفي عليك يا ولدي إن الخوف الكبير من لما يتواجه سليمان ومحمد. سالم، أوه سالم، هذا صوت مصبح، يا ترى إيش اللي صاير؟ خير، إيش هناك؟ خالي معي بسرعة، محمد راح بيت سليمان. معقولة؟ محمد بعد 20 سنة يروح بيت سليمان؟ أكيد في شيء في الموضوع. خلا روح. عم سليمان. خير خير، إيش فيك؟ الحق يا عم سليمان، الحق. محمد يا عم سليمان جاي في الطريق وناوي عليك بالشر يا عمي. قلت اسمعني زين، بيت ابو سليمان ما حد يدخل، ناوي على شر. فهمت كلامي ولا لا؟ فهمت يا عمي، فهمت. تروح الحين. تعال يا محمد تعال، جيتني بنفسك. The Kids Cafe. تجدنا في الماسمول. تواصل معنا بدعم من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. جبنة أبو الولد، ما أروع طعم الشجاعة، غنية بطعم القشطة الشهية. مربعات جبنة أبو الولد الجديدة، تذوقوها الآن. ليش ماشيين وراي؟ عشان سمعتوا اني جاي بيت سليمان؟ ليش؟ غريبة عليكم هذه السالفة؟ عشرين سنة يا سليمان وأنا ما دخلت هذا البيت. تتذكر يا سليمان؟ تتذكر لما كنت صغير كنت أشيلك على إيدي ولاعبك يا سليمان؟ أنت كذا تستقبل ضيوفك؟ أبشر يا الضيف، أبشر. سمعوا يا جماعة الخير، ترى محمد من 20 سنة ما دخل هذا البيت، عشان كذي. سلام ماسي، نعم. ذبحوا الذبايح والكل عشاء عندي في البيت. سالم، نعم. صبح، نعم عمي. خبروا أهل البلاد كلها عشاء محمد في بيتي، بيت أبو سليمان. أنا قبلت سليمان إني أكون ضيفك، بس ما تلاحظ إني جالس تلعب معاي. إيش اللي جابك؟ أسأل نفسك، أنت ليش تمنع الناس أنهم يدخلوا بيتي؟ ما كلمت أحد بهذا الموضوع، بس لو أريد أمنعهم أمنعهم وأخاف منك. أنت نسيت الاتفاق اللي بيننا؟ ما أخليك بالاتفاق، ولا منعت أحد من يجيك البيت، وهذا الناس كلها قدامك، اسألهم. الظاهر يا سليمان أنك فعلاً بديت تلعب معاي. فهمت ايش اللي صار؟ ما فهمت شيء.
عم سليمان ومحمد ايش كانت كلمة؟ سليمان كسر شوكة محمد، والله يستر من ردة فعل محمد. شوكة مين؟ سالم، سالم. انتوا لحد الحين صاحين؟ ما راضي ينام، باغي يسمع نهاية القصة. أنا وش أسوي بنفسي؟ التعب بيقتلني. روح يا ولدي روح نام. القصة تغيرت والنهاية صارت نهاية جديدة وما معروفة، ويوم غايته بخبرك. المواعيد هذه من الصبح وانا انتظر، قلت الحين بتي، بعد شوي بتي، قلت يمكن تكون مريضه وجيت اطمن عليك ولا فيك شيء. ترى نحن قرايب ومو غريبين على بعض. انا ما اسمح لك تحاكيني بهالطريقه هذه. تمام يا ام خالد، اقصد يا ام واجد. خلاص ما بتكلم، بس ها لا تنسين الاتفاق. الاتفاق هداك الله. خلاص بيزاتك بتوصل لك، بس ما بي اشوفك عند باب البيت، سمعتني؟ ولا تدق هالباب هذا. اذا استلمت الفلوس ما بي فريشكم، وبعدين ايدي عورتني وانا ادق على الباب. ها ايش قلتي؟ انطر ولا اروح؟ خلاص خلاص قلت لك بيزاتك بتوصل لك، وباب بيتي ما بي اشوفك. يلا عاد انجلع، فضحتني قدام الله وخلقه. يلا عاد. يا ما صارت هذه. وحليلها وايد معصبة، لكن مو مشكلة، بنطر اليوم ولا باكر وبعدين بعرف اتصرف وياها. Thank you.
ونزل البحر؟ لا لا يا عمي، هو كان بس واقف عند البحر وبعدين راح. هذا الظاهر يريد يوصل لي رسالة. المهم بلغ سالم ومصبح الحين يجوني إن شاء الله يا عمي. الظاهر الرجال يريد مشاكل. يصير خير يا محمد، يصير خير. أسألك، أنت لو رميت الشبكة الحين في هذا الوقت كم سمكة بتصيد؟ إيش هذا الكلام الغريب؟ ما حد يعرف كم سمكة يقدر يصيد. تراك ما سمعت عن سالفة الصياد اللي صار له سنين يرمي الشبكة في البحر وما صاد ولا سمكة واحدة. سمعت هذا الكلام؟ معقولة؟ تعال معاي، تعال وأنا بحكي لك كل القصة. تعال. أقول بو مشعل، كم يوم راح تقعد هناك بعمان؟ يعني يومين ثلاثة، أهم شيء إن أنا أفهم السالفة من عندهم وأرجع على طول. يعني خلاص معزم بتروح تشوف أخوك متزوج ولا لا؟ مخاف يشكون بشيء؟ لا لا لا، أنا الله يسلمك بقول لهم إن أخوي أحمد توفى وأنا جاي أبغي أعرف اللي له ولا عليه، وإذا كان وهوج بيقولون لي. حافظك رب العالمين. الله يسلمك. تروح وترد لنا بالسلام. بارك الله فيك. دعواتك بس. حافظك الله يا ابو مشعل. يلا. حافظك الله يا نظر عيني. مع السلامة. مع السلامة. حافظك الله يا نظر عيني. خلاص يا خديجة، ابو مشعل راح يجيب الخبر ويجيني. الخبر اللي يفرحني. خلاص. خلاص يا خديجة. ولما سحب الصياد الشبكة من الماي بعد كل ذاك الانتظار ما لقى ولا سمكة في الشبك. من يومها قرر انه يهاجر هذيك المنطقة المنحوسة. كل الناس تصيد في هذا المكان الا هذا الصياد المنحوس اللي ولا سمكة دانيه. والله غريبة. صحيح، هو حاول انه يغير مكانه من مكان لمكان، انتقل من منطقة لمنطقة، لكن النحس كان وراه وراه. هذا محمد يدور المشاكل حال عمره، وسليمان ما بيسكت. زين ايش المشكلة ان محمد يحكي القصص حال الناس؟ القصة هذه قديمة ومن زمان. محمد يروي القصص علشان يأثر على الناس ضد ابو سليمان، لكن الحين غير. الحين مستوي السالفة عناد ما بين محمد وسليمان. الحمد لله اني حصلتكم جالسين مع بعض خير. سلام خبرني ان عم سليمان يريدكم الحين ضروري. ما خبرتك؟ خل ابوي نروح نشوف سليمان ايش يريد. خل. ذاك يا محمد تريد تحاربني بالناس؟ طيب بوريك ايش اللي بيصيبك من ورا عنادك وكبر راسك. Thank you.
أبوي أنت إنسان مؤمن وترى هذا قضاء الله وقدره. أرجوك ارحم حالك، ترك من أمس لا أكلت ولا شربت. من هذا الريال ايش كان يبي بخديجه؟ هاي بعد موضوع جديد لازم اعرفه. بس يا ويلك يا خديجه لو كان في شيء بينك وبينه. خير يا سلطان، ومشعل مو موجود. أنا اللي أعرفه قال لي اليوم ما عندي شغل. يعني إذا ما عنده شغل يسجن نفسه بالبيت، يمكن طلع يشم شوية هوا. زين أنا ما أدري ليش لما أشوف الريال أتذكر أنه راح عند خديجة. بس إن شاء الله يردك يا ربي بالسلامة يا أبو مشعل، وتجيب لي الأخبار السنعة وتحرهم وتوقفهم عند حدهم. بشرى المنى. للطلب تواصل معنا بدعم من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أنا لازم أروح لخديجة، أبي أعرف إيش قاعد يصير في بيت أخوي أحمد. راشد، نعم أمه، روح عند عمك محمد وقول له نبغى قحلة. إن شاء الله أمه. لا تكسرها. حياك حياك أخوي سلطان، حياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون ولدنا خالد؟ خالد الحمد لله والشكر كل يوم أحسن. أخوي سلطان، كأنك تبي تقول شيء. إيه، أنا أبي أسألك عن الريال اللي كنت تكلمينه اليوم عند الباب. أنا شفته وبغيت أتدخل بس قلت لا، أجيك هني وأسأل إذا محتاج حق شيء. الريال هذا من معارف أحمد الله يرحمه، حاط بيزات عنده ويأخذهم. شويش مرت أخوي، شويش ارتباكتي. لا 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 ارتباكت ولا شيء، لا قاعد أقول لك السالفة.
عموما مثل هالمواضيع هذه ما يحلونها للرجال، خليها علي انا ولا تشوفين. لا 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 لا، خلاص خلاص، الريال يا وخذ بيزاته وراح. انا شايفك بعيون السكيني الباب في وجهي وما اعطيتي شيء. عموما انا استاذن سلطان. نعم. الريال اللي شفته بينه وبين اخوك احمد الله يرحمه السر، والسر هذا ما حد يعرفه غيري، وانا مرت اخوكم وانتوا تعرفوني زين. انا ودي السالفه هذه ما حد يعرفها، حتى ابو مشعل. يلا في امان الله، مع السلامه، الله وياك. عشان كذا هو بعدين راح يدور على حظه في مكان ثاني، لأنهم قالوا له أن حظك موجود في مكان بعيد بعيد. إلين ما وصل عند رجال هيبة وله كلمته. اسمعني زين يا محمد، انت تعرف ابوي الله يرحمه كان مانعك من انك تنزل البحر، علشان كذي انا جاي اعقد معك اتفاق. اتفاق؟ هذه جديدة علي. ما ابغاك تنزل البحر، اريد احافظ على كلام ابوي قدام الناس. تريدني ما انزل البحر، فهمتها، لكن انت قلت اتفاق، ايش المقابل؟ حريتك لك، تسوي اللي تبغاه، وانت فاهمني زين. زين يا سليمان، زين. قال شيخ البلاد دورها بس ما بهذا المكان. هذا ردك لي يا سليمان؟ تريد تسجني وانا بين الناس؟ وما ابى احد يشوفه الين تطمن انه ركب المركب. كل شيء راح والزمن ما عاد لنا. ان اخوي احمد كان متزوج من عندكم من عمان، وانا حبيت اتاكد. وعندي بدل الريال 100 أعطيهم كثر هالبيزات ويتخلصون منك، ويجيب للخبر اللي يسكت خديجة. كل هذه الفلوس عندك يا خديجة وأنا ما أدري؟ الحين أقدر أقول أنك وراء حريق المزرعة يا سالم. كلامك حلو. هذه بداية عاصفة.
الهم الكبير والجرح في عيني يسير. أنا الظلم وهذا الأسى خلاني يا قلبي كسير. نظر عيني نظر عيني نظر عيني نظر عيني. بعينك نظر انت نظر عيني وسماي مصادفك برد الشتاء لك في حضن صدري دفاي. وبقالك بعينك نظر انت نظر عيني وسماي مصادفك برد الشتاء لك في حضن صدري.